يا جماعة أنا شايف سحلية على التراك، أنا ما بهزرش. دي رسالة الراديو اللي بعتها سائق فريق ريد بول فورمولا 1 في التجارب التأهيلية قبل سباق سنغافورة. ماكس فيرستابن أكد إن السحلية الضخمة اللي شافها ما كانتش جودزيلا، لكنها أكيد كبيرة كفاية إنها تسبب ضرر كبير لو كان اصطدم بيها. تعالوا نشوف. Face to face with Godzilla then, mate. Yeah.